مشاهدينا، طبعا معظم وسائل التواصل الاجتماعي وكمان وسائل الاعلام العالميه وخاصه الاوساط الرياضيه اهتمت بشكل كبير بصوره نجمنا محمد صلاح، والليزر كان موجه على عينيه وهو بيشوط ضربه الجزاء في ماتش السنغال اللي كان مؤهل لكاس العالم. غالبا الصوره دي كانت في الصفحه الاولى من معظم الصحف ومنشط ذا سان الانجليزيه، وده يعني خلى الصوره تنتشر بشكل كبير جدا، وكتبت ذا سان عليها عار كاس العالم. وجهت الصحف العالمية سهام النقد ضد المنتخب السنغالي بعد أحداث العنف والشغب التي ارتكبتها جماهيره ضد مصر في ملعب عبد الله واد في المباراة التي جمعتهم مؤخراً، وانتهت بركلات الترجيح 3-1 لصالح السنغال وتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2022. منشأة صحيفة ذا سان الإنجليزية جاء بعنوان عار كأس العالم للرد على ما حدث في المباراة من جانب جماهير السنغال في المدرجات من شغب وأحداث عنف، مع تسليط أضواء الليزر بشكل مستمر خلال ركلات الترجيح على لاعبي منتخب مصر. نشرت الصحيفة صورة للنجم المصري محمد صلاح تحت عنوان ركلات الليزر عذاب صلاح في ركلات الترجيح، وقالت الصحيفة إن محمد صلاح تعرض للعمى بسبب الليزر والرشق بالزجاجات، والذي أدى إلى تشويش لاعبي منتخب مصر ونتج عنه إهدار 3 ركلات ترجيح. تحدثت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها عن ركلة ساديو ماني الحاسمة التي أرسلت السنغال إلى قطر، وشابت النتيجة مشاهد بغيضة من مشجعي السنغال الذين صرفوا انتباه لاعبي مصر خلال ركلات الترجيح ثم رشقوا اللاعبين أثناء مغادرتهم أرض الملعب. تطرقت الصحيفة إلى بيان الاتحاد المصري لكرة القدم الذي أشار فيه إلى أن الفريق تعرض لإساءات عنصرية طوال المباراة، وأن لاعبي السنغال قاموا بإشارات مسيئة، وقامت الجماهير بقذف اللاعبين بأشياء متعددة طوال المباراة، إلى جانب تعرض حافلة الفريق إلى هجوم جماهيري وهي في طريقها إلى أرض الملعب. نشرت صحيفة ميرور الإنجليزية تقريراً عن المباراة بعنوان استهداف محمد صلاح بالليزر أفقد مصر فرصة التأهل لكأس العالم، وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح واجه وابلاً من الليزر قبل إهدار ركلة الترجيح الأولى لمنتخب مصر. صحيفة ماركا الإسبانية قالت إن صلاح وزملائه في المنتخب المصري جميعهم عانوا من تصويب الليزر نحوهم أثناء التصدي لركلات الترجيح، وتابعت إن مشجعي السنغال الذين ملأوا جنبات الملعب كان لديهم سلاح ادخروه لركلات الترجيح ضد مصر، وهو الليزر الذي تم تصويبه بضوئه الأخضر نحو محمد الشناوي ولاعبي المنتخب المصري. يعني في الحقيقة مهزلة بكل المقاييس في ضربات الجزاء، وفكرة الليزر مش بس كان موجه على أعين محمد صلاح، لا يعني هو كان على كل اللعيبة طول فترة ضربات الجزاء، أو طول كمان ال 120 دقيقة بتاعة المباراة كان في يعني مباغتة كده للاعيبة اللاعبين المصريين بالليزر. كمان الشناوي تحديدا وقت ضربات الجزاء كان كلنا كنا شايفين أعتقد إهدار الليزر اللي كان موجه على عينه، لكن إحنا شفنا الملعب ما شفناش بقى الناحية التانية الجمهور كان إيه اللي بيحصل. يعني في فيديوهات دلوقتي متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس نازلة بالليزر، عارفة اللي هو نازل ينشن، مش فكرة اللي هو جمهور بيلعب بالليزر خلاص على أرض كانت المباراة. مسألة غريبة الحقيقة ومبالغ فيها استخدام الليزر على أعين اللعيبة، وفي الآخر أكيد هتأثر على الأداء. صحيح. وكان في نوع من أنواع سوء التنظيم يمكن للماتش في السنغال، والاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكوى فيما يخص تحديدا مسألة استخدام الليزر على أعين اللعيبة. فأعتقد إن احنا يعني منتظرين ما يحدث من يعني تحقيقات في هذا الشأن، ومسألة العبارات المسيئة اللي كانت بتتوجه للاعبين، واعتقد ده متصور فيديو، واستخدام الشماريخ، استخدام كل الحاجات اللي ما كانتش يعني تصلح انها تستخدم في مباراة لكرة القدم. يعني في الاخر احنا دايما بنتكلم عن اخلاق الجماهير واخلاق كرة القدم اللي بنحاول ان احنا نحتفظ بيها سواء جوه او
جوه مصر او كمان افريقيا. يعني المفروض اللي احنا المباراه اللي كنا هنا مستضيفين فيها السنغال شفنا روعه التنظيم، شفنا ازاي حسن استقبال الضيوف بشكل يعني مشرف ومبهر في الحقيقه، يعني علشان ما نكونش يعني بنقول كلام بنشكر في نفسنا بس ده حقيقي، واشاد بيه يعني كل وكبرى وسائل الاعلام مش المصريه بس العالميه كمان. لكن على النقيض تماما كان برضو نفس القصة، الإشادة لكن الإشادة السلبية باللي حصل لمنتخبنا في السنغال، وشفنا اعتداءات، كان في اعتداءات على محمد صلاح من أول يوم من وصوله المطار تحديدا، يعني كان الجمهور دايما بيلعب على فكرة الضغط النفسي على الجمهور المصري أو على اللعيبة المصريين هناك، الاعتداء على الحافلة أو الأتوبيس الخاص بالمنتخب المصري أثناء ذهابه لأرض المباراة، وتم تكسير وجهات الزجاج الخاصة بالأتوبيس، تاريخ ضغط نفسي رهيب، ازايز المايه اللي كانت بتترمى من المدرجات الجمهور. ويمكن ده اللي خلى كمان لعيبه كبار زي توماس مولر مثلا مهاجم ألمانيا، منتخب المانيا وبايرن ميونخ، بيتكلم عن اللي بيحصل والليزر واستخدام الليزر وازاي ده ممكن ياثر على اللعيب. صحيفه الجاردن يعني كل الصحف مرر. مش موضوع صحف مصريه يعني مش احنا اللي بنتكلم، بره مصر الناس بتتكلم عن ما حدث في ماتش السنغال. على كل حال احنا منتظرين نتيجة شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الشأن. يعني زي ما انت ما قلت يا دير، هو فكرة ان دايما مصر بتسلك الطرق الشرعية والطرق القانونية، سواء كان لينا حق هناخده بس من خلال المسالك والطرق القانونية.